من خلال متابعتي لبرنامجكم اتضح لي بأننا كنا نمارس أمورا كثيرة كلها خطأ، وذلك حسب ما تعلمناه بالتقليد والمحاكاة من الذين قبلنا، حيث أن الدين قد ألحق به بعض الشوائب التي لا يقبلها العقل الواعي، فهنالك الكثير من البدع والخرافات قد ألحقت بالدين وليست منه. والحمد لله الذي جعل لنا من برنامجكم خير دليل لإيضاح الطريق الصحيح، أعني علم التوحيد الصحيح الذي ينبغي لكل مؤمن أن يتسلح به، والذي به يستطيع أن يحطم حواجز الخرافات والبدع. وأنا أرجو شاكرا إرشادي إلى خير الكتب عن التوحيد وكل الكتب التي تحارب البدع والخرافات، حتى أستطيع أن أحصل عليها مهما كلف الثمن، حتى أستطيع محاربة تلك البدع بإذن الله بالحجة القاطعة والدليل القرآني أو من الحديث النبوي. جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله الذي من عليك بمعرفة الحق والصواب، ونسأله أن يزيدك علما وفقها في دينه، وأن يثبتنا وإياك على الحق. أما من ناحية الكتب التي تعلم عقيدة التوحيد فهي بحمد الله كثيرة وميسورة، من ذلك كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، نعم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ومن ذلك ثلاثة الأصول وكشف الشبهات، كلاهما رسالتان للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأنصحك أن تقتني مجموعة التوحيد النجدية، لأن فيها رسائل مختصرة في التوحيد والعقيدة مفيدة، فعليك أن تقتني هذه المجموعة المباركة. كذلك شرح الطحاوية للعز ابن أبي العز الحنفي، وهو شرح مفيد ومبسط وشامل لأبواب العقيدة. وكذلك كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم، فإنه كتاب مفيد في أمور العقيدة والتحذير من البدع والمخالفات، وهو كتاب نفيس لا ينبغي لطالب العلم أن يجهله. هذا ما يختص بالعقيدة. أما ما يختص بالنهي عن البدع والتحذير منها، فهناك كتب مفيدة وميسورة ولله الحمد، وهي أولا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية، نعم. ثانيا الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. ثالثا كتاب البدع والحوادث، أو كتاب الحوادث والبدع للإمام الطرطوشي. رابعا البدع والنهي عنها لابن وضاح. وخامسا الباعث على إنكار البدع والحوادث للإمام أبي شامة. سادسا الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ. سابعا السنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام خضر. ثامنا التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز ابن باز. وهذه كتب ميسورة، بعضها يوزع مجانا وبعضها يباع بثمن قليل، وعليك أن تقتنيها أو تقتني ما تيسر منها، وفيها الخير إن شاء الله. على أنني أنصح لك ولأمثالك لا تقتصر على قراءة الكتب، عليك أن تلتمس من أهل العلم المحققين من تقرأ عليه في هذه الكتب، ليشرح لك الغامض منها ويبين لك ما فيها من الحق. والله الموفق. جزاكم الله خيرا.